أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم. حياك الله معنا. يا هلا والله، حياكم الله. إذن مشاهدينا، بعد الفاصل كالعادة نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. إذن نبدأ جولتنا مشاهدينا في الصحافة المحلية من كلمة ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد أمام القمة العربية التي هيمنت على اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم، وتصدرت مضامينها الماشيتات الرئيسية. فمن جريدة النهار نقرأ: الكويت، التفاهمات الإقليمية ستنعكس إيجابا على المنطقة. ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد أكد أمام القمة العربية محورية القضية الفلسطينية أمام الدول العربية تحديات جسام تتطلب مزيدا من تنسيق المواقف. وفي عنوان آخر: كلنا أمل في أن تكون عودة سوريا إلى البيت العربي منطلقا لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب الشقيق. أما جريدة الجريدة فكتبت: قمة جدة تطوي الصراعات الإقليمية وتثبت حياد العرب. وتقول الجريدة إن القمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية طوت صفحة أليمة من الصراعات والخلافات العربية والإقليمية بعد أن عقدت مكتملة النصاب بمشاركة سورية التي عادت إلى الجامعة العربية بعد 12 عاما من القطيعة، وسط ترحيب بأجواء الانفراج الإقليمية بين دول عربية من جهة وإيران وتركيا من جهة أخرى. نقف عند هذا الخبر، قراءتك لأبرز ما جاء في الصحف الصادرة اليوم، خصوصا حول الرسائل التي حملتها كلمة ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد ومخرجات قمة جدة عموما. طبعا بلا شك هي جاءت كلمة تكرس السياسة الخارجية لدولة الكويت. دائما تكون الكويت حاضرة في مثل هذه القمم استنادا على يعني اللحمة العربية، بالإضافة إلى تكريس لما جاء في الدستور من الكويت دولة عربية. جاء الخطاب جاء متماثلا ومتمترسا لسياسة الكويت الخارجية كما أسلفت، تأكيدا على أن القضية الفلسطينية هي محور القضايا، ويعني جاءت الكلمة متوافقة مع ضرورة في أن يكون هناك تجانس عربي من أجل حلحلة الكثير من القضايا، بالإضافة إلى سياسة الكويت الخارجية والتي تأتي دائما إلى رأب الصدع ما بين الدول ومحاولة يعني لملمة الأوراق المبعثرة في شتى أنحاء العالم. لذلك الكلمة جاءت متوافقة مع سياسة الكويت الخارجية. نعم، ننتقل إلى جريدة الأنباء معكم مشاهدينا، وفيها نقرأ: إلحاق 598 من متقاعدي الداخلية بدورة إعادة الخدمة ضباط الصف والأفراد اليوم. وتفصيلا تقول الأنباء أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وجه بإلحاق 598 من متقاعدي الداخلية بدورة إعادة الخدمة ضباط الصف والأفراد اليوم الأحد، وذلك بهدف تعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية مما لديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية من المتقاعدين أو من انتهت خدمتهم، وكذلك لإتاحة الفرصة لرغبتهم في العودة لشرف الخدمة والاستفادة من مسيرتهم العملية ومساهمتهم في خدمة الوطن.
ومن جريدة السياسة نقرأ خبرا بعنوان 30 شركة عالمية تتنافس على ممارسات صيانة الطرق. وفي تفاصيل الخبر تقول السياسة إن وزارة الأشغال أعلنت أمس عن أسماء 30 شركة عالمية من بين 36 شركة للتنافس على الفوز بالممارسات العشرة التي ستطرحها الوزارة حاليا لصيانة الجذرية لأعمال الطرق. وأكدت الوزارة أنه سوف يتم تشكيل لجنة محايدة لتقييم العطاءات تضم ممثلين من جهات حكومية سيرتكز تقييمها على عدة معايير، مشيرة إلى أن جميع الشركات العالمية التي تتنافس على تنفيذ أعمال المناقصات تم ترشيحها من قبل سفارتها في البلاد، ولم تقبل الأشغال أي شركة عالمية إلا بترشيح من سفارتها. رسميا تأسيس شركة جوجل الكويت تحت هذا العنوان، نشرت جريدة القبس تقول إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وافقت على تأسيس شركة جوجل الخدمات السحابية لتعمل في السوق الكويتي بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى وجود وكيل محلي لها، منوهة إلى أن رأس مال الشركة 600,000 دينار على أن يكون من أغراض تأسيسها وضع خريطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة. ومن جريدة الراي نقرأ، هيئة الاتصالات تحضر للقفز بسرعة الإنترنت 3 مرات. وفي التفاصيل تقول الراي، في خطوة تطويرية جديدة لرفع كفاءة قطاع الإنترنت في البلاد، كشفت مصادر مطلعة على الراي أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سترا تخطط لتنظيم سرعات عالية للإنترنت تصل إلى 400 ميجا بايت، وذلك صعودا من معدل أقصى مطبق حاليا عند 100 ميجا بايت. وأشارت المصادر أن ما يذكي تحركات سترا أن وزارة المواصلات انتهت قبل فترة من تطوير الشبكة إلى قدرات عالية تضمن القفز بسرعة المعدل المستهدف لثلاث مرات، مرجحة أن تحقق ذلك في الأشهر القليلة المقبلة. مشاهدينا، ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، لتجو وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. في المانشيت الدولي مشاهدينا، تطلعنا صحيفة الأهرام على اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على مواطنين فلسطينيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة. المستوطنون رشوا غاز الفلفل وحطموا واجهات محال تجارية بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد من المكان. في سياق متصل، اقتحم مستوطنون حي رأس العمود ومحيط باب العمود، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلام فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة، كما تجمع عدد من المستوطنين في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك وأدوا رقصات استفزازية في المكان، وشغل المستوطنون أغاني صاخبة. إذن عربدة المستوطنين تتصاعد ولا زالت تستمر، وخصوصا أيضا تحميهم قوات الاحتلال يعني البغيض. ما الذي يمكن أن يقدمه العرب والمسلمون إزاء تلك يعني الانتهاكات؟ طبعا يحتاج، كنا نتمنى أن يكون في القمة العربية بيان موحد عن مثل هذه الممارسات، يعني الوطن العربي أو الدول العربية تستطيع أن توقف مثل هذا يعني الاستيطان ومثل هذا التدخل السافل من قبل الكيان الصهيوني، برفع دعوة من قبل جامعة الدول العربية إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها أبريل الماضي مع يعني السلطة الفلسطينية، والتي يعني جاءت على رأس تلك الأمور هي عدم يعني زيادة واتساع الاستيطان الذي يمارس خلال فترة الأشهر القليلة الماضية. لذلك الدول العربية تستطيع أن يكون لها بيان موحد وأن تطلب من مجلس الأمن جلسة غير عادية ليعني إيقاف مثل هذا التهجم. نعم. وفي نفس السياق أيضا مشاهدينا،
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومات الاستيطان إن مخصصات الاستيطان تحتل مساحة مهمة في الموازنة الجديدة لكيان الاحتلال. وحسب ما نشرته القدس فإنه بعد كشف النقاب عن بنود الاتفاقيات الائتلافية في حكومة اليمين المتطرف يتضح أن معظم مبالغ الاتفاقات الائتلافية والبالغة 13.7 مليار شيكل سوف توجه للاستيطان والمؤسسات الدينية اليهودية، إلى جانب وزارة الأمن القومي التي سوف تحصل على 9 مليارات شيكل إضافية، يخصص قسم مهم منها لتشكيل ميليشيا مسلحة يوظفها بن غفير كأداة لتنفيذ سياسة القمعية. إذن الاستيطان الذي تعاهد نتنياهو بتجميده لأشهر ما زال نشطا للغاية كما نلاحظ هنا في الخبر. على هذا الأساس لماذا تلتزم السلطة الفلسطينية باتفاقات ترمي بها في القمامة؟ هناك الكثير من الأمور التي يعني وقعت فيها الفخ، وقعت السلطة الفلسطينية فيها بالفخ، خصوصا وأن هناك الكثير من السندات التي لم يفرج الكيان الصهيوني لها 13 مليار دولار تقريبا من مجمل 15 عام الماضي، وهي من المساعدات التي وصلت إلى فلسطين من قبل الدول. كل هذه المبالغ يحتجزها الكيان الصهيوني، لا يريد الإفصاح عنها، لا يريد أن يقلل الضريبة التي وعد بها السلطة الفلسطينية مطلع أبريل الماضي. هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالسندات المالية للكيان، يعني للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. لذلك السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تتخلى أو ترمي بالقمامة مالاً، يعني تأخذ حقوقها التي تم تقديمها إلى هذا الخيان الغاصب. نعم، ننتقل إلى موضوع آخر معك ومع السادة المشاهدين، حيث أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفيغني بريغوجين أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا، في حين أكدت كييف أن القتال مستمر غير أن الوضع حرج. وتقول صحيفة النهار اللبنانية أنه في حال تأكدت السيطرة على باخموت فسيكون بوسع موسكو إعلان انتصار بعد سلسلة من النكسات العسكرية، وذلك قبل هجوم مضاد أوكراني تعد له كييف منذ أشهر. صدر إعلان بريغوجين في وقت يشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، حيث يعقد لقاءات مع عدد من قادة العالم سعيا لتشديد الضغط الدولي على موسكو. برأيك أي رسالة يبعث فيها إعلان فاغنر المتزامن خصوصا مع قمة مجموعة السبع التي يشارك فيها أساسا زيلينسكي؟ هي رسالة تؤكد أن روسيا استطاعت أن يعني تجتاز الجانب الشرقي، ولذلك باخموت هي المدينة التي صمدت وتعتبر بوابة الجانب الشرقي أو الجانب الغربي لروسيا. لذلك أعتقد أن هذه هي رسالة للدول السبع من أننا استطعنا أن نكسر الحاجز، وأتى يعني قبل قليل خبر أن باخموت سقطت بالكامل. لذلك أعتقد أن الباب فتح لروسيا في الدخول إلى الشرق الأوكراني. نعم، أيضا في صحيفة لوموند وفي نفس السياق مشاهدينا نقرأ: على الرغم من موافقة الولايات المتحدة لا يزال الطريق طويلا أمام تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا. في قمة مجموعة السبع في اليابان رفع جو بايدن حق النقد الفيتو على تزويد حلفاء كييف بهذه الطائرات الأمريكية، لكن قلة من البلدان يمكنها تسليمها بسرعة، خاصة وأن الطيارين الأوكرانيين يجب أن يكونوا قد تدربوا مسبقا. انتظرت إدارة بايدن قمة دول مجموعة السبع في اليابان للإعلان رسميا عن ذلك. لن تعارض من الآن فصاعدا نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك ستشارك واشنطن في تدريب تجريبي من المفترض أن يستمر عدة أشهر في مواقع أوروبية. إذن في هذه المرحلة سيد رشيد، واشنطن ليست عازمة على تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 من وحدتها الخاصة، لكن تسمح لحلفائها بعمل ذلك. لماذا هذا في تقديرك؟ لا تريد أن تدخل مباشرة في هذه الحرب. دائما الولايات المتحدة تدخل بحروب بالوكالة عنها. لذلك بايدن كان واضح من خلال أنه لا يريد تزويد يعني كييف بمثل هذه المقاتلات التي تعتبر أو تصنف مقاتلات هجومية. نعم، الولايات المتحدة مدت كييف بالكثير من يعني المعدات الدفاعية بين قوسين،
F-16 تعتبر يعني معدة هجومية، لذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في الحرب بشكل مباشر في معدات هجومية، لا يمنع لديها أن تستخدم معدات يعني الدفاعية، لذلك تزويد حلفائها لا يمنع، وحلفائها لهم يعني مطلق الحرية في تزويد كييف، هي لا تريد أن تدخل مباشرة في هذه الحرب. نعم، أيضا في المقابل حذرت الخارجية الروسية الغرب من مخاطر مهولة في حال زودت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16. جاء ذلك في تصريح لإكزاندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي ونشرته صحيفة السبيل الأردنية. وقال غروشكو ردا على سؤال عن إمكانية إمداد أوكرانيا بطائرات F-16: نستطيع رؤية أن الدول الغربية تواصل التمسك بسيناريو التصعيد والذي يحمل مخاطر مهولة بالنسبة لهم، وأضاف: على أي حال سنأخذ هذا الأمر بالحسبان عند إعداد الخطط، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا. إذن ماذا يمكن لموسكو في الجانب الآخر أن تقدم عليه ردا على تسليم F-16 لأوكرانيا؟ طبعا أعتقد أن روسيا يعني لديها الكثير من الخطط والكثير من الأساليب لم تستخدم بعد، وكما أشار وزير الدفاع السابق أن هناك بعض الأسلحة الغير يعني مرخصة أو بمعنى أصح المحرمة دوليا لم تستخدم، وهذا ما جاء على تأكيد المفوضية الأوروبية من تحذير روسيا بعدم استخدام مثل هذه المحرمة دوليا، لذلك روسيا تستطيع أن تستخدم مثل هذه الأسلحة في حال أن تم استخدام أي أسلحة هجومية كالF-16. نعم، أيضا مستمرين في نفس السياق معكم مشاهدينا، وفي ناشونال انترست تعنون: ماذا تعني هزيمة روسيا في أوكرانيا؟ المقال كتبه جيفري أورونسون يقول فيه: إن وضوح أهداف الولايات المتحدة اليوم ليس أكثر تحديدا مما كان عليه في بداية الحرب، فبعد مضي أيام معدودة على هجوم روسيا على أوكرانيا العام الماضي، أعلنت فيكتوريا نول وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إن هدف الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا هو إلحاق هزيمة استراتيجية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد شهر واحد من الهجوم قالت نولاند بمزيد من الثقة: من الواضح أن روسيا سوف تخسر الحرب، إنها مسألة وقت فقط. ويقول جيفري أورنسون: يتعين على الرئيس جو بايدن والرأي العام الذي يسعى للحصول على تأييده إنه يجب أن يجيب قولا وفعلا على هذا السؤال: ماذا يعني حقيقة هذا الخطاب الرنان، وكيف سوف نعرف متى وصلنا إلى مثل هذا الهدف الجاد وواسع النطاق وإن كان غير محدد والخاص بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا؟ إذن سؤال كاتب المقال جوهري حقيقة: كيف سنعرف متى وصل الغرب إلى مثل هذا الهدف، أي الهزيمة الاستراتيجية لروسيا بعد مرور أكثر من عام على هذه الحرب؟ طبعا بلا شك أنا أتفق مع هذا المقال من أن روسيا يعني ظاهريا خسرت الحرب من خلال يعني عدم استطاعتها أن حتى تحجز أو تكسر الجانب الشرقي، لذلك روسيا خسرت الحرب استراتيجيا واستنزفت خلال ما يقارب عام أو عام ونص، لذلك هذا المقال أصاب كبد الحقيقة في أن روسيا استنزفت في هذه الحرب ولربما خسرت نوعا ما، حتى لو انتصرت فهو انتصار بطعم الهزيمة. أيضا نشرت مشاهدينا مجلة بوليتيكو الأمريكية مقالا بعنوان: على الغرب تعلم كيفية التعايش مع أردوغان، للمحللة السياسية الإيطالية ناتالي توشي. مديرة المعهد الأوروبي للشؤون الدولية تناولت فيه نتائج الانتخابات التركية التي أوشك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسمها من الجولة الأولى بعد حصوله على 49.5% من أصوات الناخبين، على عكس توقعات معارضيه في الداخل والخارج. واعتبرت أن نسبة التصويت في الانتخابات التركية التي بلغت 89% في بلد يقارب 90 مليون نسمة، وهي نتيجة انتخابية تضع معظم الديمقراطيات الليبرالية في العار، ومع ترجيح كفة أردوغان للفوز برئاسة تركيا في الجولة الثانية للانتخابات، أكدت الكاتبة على أن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه في نهاية المطاف بعد الجولة الثانية مضطرا لتعلم كيفية التعامل مع أردوغان الذي يقترب من دخول عهده الثالث على رأس السلطة في تركيا.
إذن برأيك لماذا يشكل استمرار أردوغان في السلطة بانتخابات ديمقراطية عقبة في وجه الغرب؟ أمور عدة، على رأس تلك الأمور هو أن استطاع سحب البساط من عدة دول أوروبية اقتصاديا. تركيا عام 2015 كانت تحتل المرتبة الثامنة اقتصاديا في أوروبا، الآن تحتل المرتبة الثانية وقريبة من ألمانيا للمرتبة الأولى. استطاعت أن تقفز قفزات نوعية في الملف الاقتصادي، استطاعت أن يكون لها دور محوري في أوروبا لربما يفوق ألمانيا وفرنسا. لذلك على الاتحاد الأوروبي، أنا أتفق مع هذا المقال، على الاتحاد الأوروبي أن يرضخ لتركيا وأن يرضخ لأردوغان في أن يتم ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كفى مكابرة للاتحاد الأوروبي، عليه أن يمتثل، خصوصا وأن تركيا استطاعت الآن وخلال أعتقد خلال يعني شهر سبتمبر نوفمبر ستتفوق على ألمانيا وستحتل المرتبة الأولى اقتصاديا في تركيا. دور تركيا المحوري في المنطقة سواء في حرب روسية أو في الوضع يعني في شرق آسيا، لديها تواجد حتى يعني على المستوى العسكري من خلال حرب أو بين أرمينيا وأذربيجان. لذلك أثبتت تركيا أنها هي يعني إمبراطورية أوروبا. إذا ننتقل إلى خبر آخر في ميدل إيست آي التي تعنون يجب أن يعتاد الغرب على دور الصين الجديد في الشرق الأوسط. يقول كاتب المقال نيلسون وونغ يجب الترحيب بالصين في الشرق الأوسط مع أسباب انخراطها في المنطقة لتوسيع الصادرات والتجارة بدلا من السعي وراء الهيمنة الاستعمارية. لقد تم الاعتراف بدور الصين في تسهيل المصالحة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران في جميع أنحاء العالم، ولكن تم تجاهلها أو تجاهلها من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بدلا من الإشادة بمبادرة يمكن أن تساعد في إحلال السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تجنبت وسائل الإعلام الغربية الرائدة ذكرى مساهمة الصين أو كانت مترددة في الاعتراف بأن أيام الهيمنة الغربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ولت. دور الصين أستاذ رشيد أصبح بارزا ليس أيضا فقط في الشرق الأوسط كما لاحظناه في تدخلها بين الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران، إنما في إفريقيا وحتى حاليا بين روسيا وأوكرانيا. ما سر نجاح هذا الدور الصيني برأيك؟ خلال ما يقارب ربع قرن من الزمن أو 30 عام، الصين يعني استطاعت أن تضع لها مراكز اقتصادية في شتى أنحاء العالم، لديها قوة اقتصادية جبارة في جنوب أفريقيا، لديها تعاون اقتصادي يعني كبير مع روسيا، لديها تعاون مع شرق آسيا، لديها أيضا الكثير من المشاريع الاقتصادية في أوروبا. لذلك دخلت من بوابة الاقتصاد، استطاعت أن يعني يكون لها حظوة في الكثير من البلدان المؤثرة، على سبيل المثال فرنسا، يعني حجم الاستيراد والتبادل التجاري بينها وبين الصين يفوق 12%، يعني فوق 12 مليار سنويا. لذلك كل تلك الأمور يعني جعلت من الصين قوة اقتصادية استطاعت أن تكون حاضرة سياسيا من خلال المواقف ومن خلال حلحلة بعض الأمور. نعم، أيضا في خبر آخر تحت عنوان الخبراء يقولون أن الانتخابات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة معرضة لخطر التضليل الناتج عن الذكاء الاصطناعي. حذرت الجارديان من إمكانية صناعة القصص الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو والصوت الكاذبة للجمهور وإنشائها على نطاق واسع بحلول الربيع المقبل. وقد حذر الخبراء من أن انتخابات العام المقبل في بريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن تتميز بموجة من المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تنتشر الصور والنصوص ومقاطع الفيديو المزيفة العميقة بأمر من أسراب روبوتات الدعاية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن من ما سماه الإرهاب الإسلامي السني هو أبرز تهديد لبلاده وأوروبا، وداعيا خلال زيارة إلى الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن، خصوصا قبل استضافة باريس لأولمبياد 2024 الصيفي. ونقلت الشرق الأوسط عن دارمانان قوله خلال زيارته نيويورك، بينما قد تكون للأمريكيين رؤية وطنية أكثر للأزمات مثل التفوق العرقي الأبيض وعمليات إطلاق النار الجماعية المتكررة والتآمر، يجب ألا ينسوا ما يبدو لنا في أوروبا بمثابة التهديد الأول وهو الإرهاب السني.
يعني ما تعليقك على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي؟ مضحكة جدا يعني فرنسا اعتقد انها هي من تحمل ملف محاربة الإسلام، يعني لذلك فرنسا لم يعني تستطع خلال فترة 15 عام الماضية ان تتقدم بدليل واحد من ان يعني الإرهاب السني او الإرهاب بشكل عام هو إرهاب بوشاح إسلامي، لم تستطع إثبات ان يعني هناك ان هناك هجوم هنا او تفجير هناك يعني ياخذ الوشاح الاسلامي بشكل عام. لذلك هو بلا شك هو تصريح مضحك، اعتقد انه لا يعتاد به، ولا تستطيع فرنسا ولا غير فرنسا ان تحارب الفكر الاسلامي وان تكون قادره على ان يكون لدي ان تكون مصدة للاسلام والمسلمين. ايضا افادت مشاهدينا اليوم السابع المصرية بهجوم حيتان الأوركا على قوارب صيد وترفيه وقبالة السواحل شمال المملكة المغربية. وبحسب شبكة العين الإخبارية فإن سائحين بريطانيين أكدوا تعرضهم لهجوم من مجموعة حيتان أوركا المعروفة باسم الحيتان القاتلة على بعد نحو 11 كيلومترا من سواحل مدينة طنجة في مضيق جبل طارق، واستمرت المطاردة لنحو ساعة كاملة من جانب الحيتان الذي اضطرتهم إلى التوقف وسط البحر بينما كانوا على متن قارب ارتفاعه نحو 20 مترا. وضمن أخبارها المنوعة نقرأ في صحيفة البيان الإماراتية: فنجان قهوة يبكيك مرتين $1,500. يبكيك مرتين، أما في الأولى فبفعل نكهته الفريدة، وفي الثانية جراء سعره المهول. تلك هي حال فنجان قهوة في أحد مقاهي أستراليا، لابد للراغب بشربه من الحجز قبل أسبوع، ويبرر المقهى هذا السعر المرتفع بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يستوجب على الزبون حجزه قبل أسبوعين حتى يتمكن القائمون على المكان من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا. أما مشاهدينا الآن وصلنا وياكم إلى ما قال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: بين الجنوب العالمي والشمال العالمي، كتبه نصيف حتي ويرى فيه أن من أهم سمات التحولات التجارية على المستوى الدولي والتي تؤسس لقيام نظام عالمي جديد أو ما يعرف بنظام ما بعد الحرب الباردة أو ما بعد انتهاء لحظة الأحادية الأمريكية. مفهوم الجنوب العالمي مفهوم ليس بجديد ولكنه آخذ بالاستقرار في أدبيات العلاقات الدولية لوصف أحد التحولات الرئيسية التي شهدها ويشهدها العالم والتي تنعكس في أنماط جديدة من التحولات والتفاعلات. انتهت ثنائية شرق غرب التي طبعت الحرب الباردة والتي قامت على ثنائية قطبية استراتيجية عقائدية، وسقطت نظرية الغرب والآخرون التي جاءت في غداة سقوط نظام الثنائية القطبية وشعور الغرب بالانتصار التاريخي، وتراجع وزن ودور حركة عدم الانحياز بسبب التحولات التي حصلت، وحصل الأمر ذاته بالنسبة إلى ثنائية شمال جنوب التي ولدت في التسعينيات مع الدعوة لقيام نظام اقتصادي عالمي جديد. لقد صرنا نتحدث اليوم عن جنوب عالمي مقابل شمال عالمي، وهذا ليس بالطبع بالمفهوم الجغرافي بل بالمفهوم التنموي والسياسي والاقتصادي الشامل. ويمكن القول إن مفهوم الجنوب العالمي يرث بشكل كبير وليس كليا بالطبع مفهوم عدم الانحياز. كاريكاتير مشاهدينا بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا من صحيفة الصحراء المغربية نطالعه مع ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم، وهذا يعني الكاريكاتير المضحك صراحة. رأيك حول تعليقك عليه أن يعني الالتزامات للرجل صحيح تمده من كل مكان، محاصر من كل جبهة. صحيح، يعني معدلات التضخم العالمية بازدياد ملحوظ أخ سعود خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، تم زيادة 1% من معدل التضخم، وهي زيادة غير طبيعية. كانت هناك بالأعشار زيادات، يعني نتكلم من عام 93 حتى يعني 2020 كانت الزيادات بالعشر
الآن زيادة خلال 3 سنوات 1%، لذلك أعتقد أن هناك مهول أصبح يعني الفرد محاصر ما بين التزامات مالية وما بين يعني مستلزمات حياتية وإلى آخره، يستلزم أن يتم الاتفاق على تخفيض النقل اللوجستي الذي ضاعف عشرات المرات. لابد أن يكون للدول يعني الاقتصادية الكبيرة موقف من ما يعاني الفرد في هذا العالم. بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ما يسعني أن أشكر ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم، كل الشكر لك. حياكم الله، أهلا وسهلا. شكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، في أمان الله.